فاعلين الخواص يمثلون 80% من إجمالي الإنتاج في القارة وثلثي إجمالي الاستثمار، فمن الضروري تحفيز القطاع الخاص وفتح المجال لإمكاناته الفعالة من خلال المزيد من التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة التي لا تتلقى حالياً إلا 10% من القروض المصرفية. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها العديدة وشبابها النابض بالحيوية، وتنهض بدورها المحوري والطبيعي على الساحة الدولية وفي التطورات الكبرى الجارية على الصعيد العالمي. فإذا كانت الثروات والمؤهلات التي تزخر بها دول إفريقيا نعمة تصنع غنى القارة وتفردها، فإنها أيضا مسؤولية على عاتق دولها وحكوماتها وتحد لروح الإبداع والمقاولة لدى فاعليها الاقتصاديين من أجل تحقيق المسار المفضي إلى النمو الشامل والتنمية المستدامة وتحقيق مبتغى انتصار الشعوب على آفة التخلف والفقر والإقصاء كما قال صاحب الجلالة. ولم يسبق أن كنا في حاجة أمس مما نحن إليه اليوم من أجل بناء اقتصاد إفريقي يتطلع إلى المستقبل، يستمد قوته من اندماجه في منظومة التجارة العالمية وسلاسل القيمة الدولية، اقتصاد سليم ومتين يعطي الأولوية للتصنيع والتشغيل وخلق القيمة، بما يكفل لقارتنا موقعا لائقا على الخريطة الاقتصادية الدولية. وهذا لن يتسنى إلا بشرطين: أولاً، قيام الدول الإفريقية بإصلاحات الاقتصادية الضرورية لخلق مناخ الأعمال المناسب وقيام القطاع الخاص بدوره الوطني، ومن جهة ثانية تعبئة الشركاء الدوليين للقارة لمواكبة برامج التنمية لدولها. فبالتوازي مع التعبئة الجماعية لكل البلدان الإفريقية لجعل الاندماج رافع لتحويل اقتصاداتها، يقتضي التعاطي مع التحديات التي تواجهها القارة انخراطا عمليا وصادقا للشركاء الدوليين. إن لإفريقيا شراكات مع العديد من الفاعلين الدوليين، غير أن نجاح تلك الشراكات لا يجب أن يقاس أبدا بعدد برامجها واجتماعاتها، بل يجب أن يقاس بعدد المشاريع الملموسة التي تتمخض عنها، ويجب أن يقاس بأثرها الفعلي على مسارات التنمية في الدول الإفريقية. فكما قال جلالة الملك محمد السادس: إن قارتنا ليست في حاجة للمساعدات بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل. فإفريقيا تحتاج اليوم إلى شركاء دوليين فاعلين حقيقيين، شركاء يرافقون ولا يملون، شركاء يبنون على المدى الطويل ولا يقتصرون على استغلال الفرص قصيرة الأجل. كما يجب إعطاء أهمية خاصة لتمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. لذا نقترح إرساء آلية لتتبع تنفيذ المشاريع المتمخضة عن الشراكة الأمريكية الإفريقية، وخلق تسهيلات لولوج التمويلات وفق مقاربة تضع نصبها ضمان النجاعة والفعالية في التعامل مع المشاريع لبلوغ نتائج ملموسة وتحقيق تطور قابل للقياس، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مثمرة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يعتز بالانتماء إلى قارته إفريقيا ويؤمن بمستقبلها، وإخلاصا لانخراطه الفاعل في بناء الوحدة الإفريقية منذ سنة 1961، فإن المغرب ماض في تعبئته المتواصلة من أجل انبثاق قارة إفريقية واثقة من إمكانياتها ومنفتحة على المستقبل، وفاء للالتزام الذي قطعه جلالة الملك محمد السادس بنهج سياسة متناسقة ومتكاملة تجاه أشقائنا الأفارقة، ترتكز على الاستثمار المشترك للثروات والنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز التعاون الاقتصادي. لذا فإن المغرب جعل التعاون الثلاثي في صلب العمل المشترك مع الولايات المتحدة وإفريقيا، إيمانا منه بأن روابط الثقة والتعاون التي تجمع المغرب بكل منهما لابد أن تستثمر في دينامية خلاقة للتنمية على أساس التكامل
وتضافر الإمكانيات والجهود. وكما أكد جلالة الملك في العديد من المناسبات، فإذا كان شمال المغرب يمثل حلقة الوصل مع الشركاء في أوروبا، فإن الأقاليم الجنوبية للمملكة مؤهلة لتكون منصة للعلاقات المغربية الإفريقية الأمريكية، لا سيما على المستوى الاقتصادي. كما أن الولايات المتحدة التي ما فتئت تساند قضايا القارة الإفريقية منذ استقلال دولها، كانت ولا تزال شريكاً مهماً لإفريقيا، شريكاً يتقاسم معها جزءاً من تاريخها وجزءاً من جغرافيتها كذلك عبر المحيط الأطلسي، ويتعاون مع دولها فرادى وجماعات في جميع الميادين وعلى جميع المستويات. وإني واثق من أن الدول العلاقات الإفريقية الأمريكية لها اليوم من المؤهلات والآفاق ما يمكنها من الإسهام النوعي في الإقلاع الإفريقي المشترك والاستثمار الأمثل لأوجه التكامل والتآزر المفيد للجميع. ونأمل أن يكون اجتماعنا هذا علامة تحول كبرى في مسار الشراكة الإفريقية الأمريكية في مجال الأعمال والتجارة والاستثمار، بما يدعم دور القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين، ويسهم في إنجاح القمة الأمريكية الإفريقية المرتقبة في دجنبر 2022 وإغناء أجندتها.